جماهير القوة الجوية تتوعد بمحاسبة من عرقل رحلة سفر الفريق إلى أوزبكستان. فوجئنا بخبر أنه ماكو تأمين خطوط مع إيران وأذربيجان وأوزبكستان اللي راح تمر عليهم الطائرة، وهذا الشغل هذا مو شغل الإدارة ولا شغل النادي ولا شغل الوزير ولا شغل محسن المندلاوي، شغل قيادة القوة الجوية الحركات، هذه أمور عسكرية هي اللي تأمن الوضع، بس ما أعرف الأسباب مجهولة لحد هذه اللحظة. والجماهير تعتب شديد العتب على كل شخص يحاول عرقلة مسيرة القوة الجوية في أهم بطولة قارية. هذا دعمكم للقوة الجوية؟ هذا دعمكم لنادي؟ هذه العرقلة بصراحتك المعهودة نعم مقصودة؟ نعم مقصودة 100%، وانا شخصيا اعرف الاشخاص المتقصده، ولكن ننتظر وراح انتظر لبعد المباراه، واوعدك وعد انه بعد المباراه راح يكون لقاء وياك واحكي القصه بما انزلت وبالاسماء وبالعلن بدون اي تستر. هذه الاسماء هم من داخل البيت الجوي؟ يحسبون على البيت الجوي. اكو ايادي، ايادي مخفيه وما نقدر نتكلم بيها نفس الوقت بعد المباراه. الله لا يقولها، وان شاء الله تحصل مباراة مصلحة نادينا مصلحة فريقنا وكادرنا مثل ما تقول المحنك كابتن ايوب ثقتنا به عمياء ولاعبينا نفس الوقت. الله لا يقولها، تحصل واحدة من الاثنين ان شاء الله انه وجه اخر وان كلام على مباشر عقبه. احتراماتي كل القنوات اللي تشكك بقدرات جماهير القوة الجوية وتشكك ب تقول جمهور القوة الجوية على طول انه يطالب ويريد ويسوي، لا جمهور الجوية واضح، جمهور جوي واضح ما يرضى يسكت على الغضان. جاء تشيك كمالي كساني ساكت حفاظا على فريقي وعلى كادر تدريبي، بس بعد المباراه يا سامح الله اعذروا على كل شخص الا سبب، هاي الا سبب والا ايد، ترى كلامه واضح مو موظف عندك.